يبقى احنا شباب كده ترتيب اللايرز من الخارج للداخل عندنا السكروتال سكين رقم واحد، رقم اثنين الدارتس ماسل، ثلاثة وأربعة وخمسة اللايرز بتاعت السبرماتيك كورد الاكسترنال سبرماتيك فاشيا والكريماستريك ماسل والانترنال سبرماتيك فاشيا، بعد كده الطبقتين اللبني اللي هم الاتيونيكا فاجينالس الفيزر الملاصقه للعضو الداخلي والبرايتل اللي بره، وعندنا الايه طبعا هنا ده بنسميه البيروتونيال كافيتي. هي الفكره ايه يا شباب؟ الفكره انه زي ما قلنا طبعا كل اللايرز دي بتبقى مشتقه من حاجات جايه من الابدومين، فهي نفس الفكره التو لايرز دول بيبقوا مشتقين من الايه البيروتونيوم، مش اللي هو يعتبر برضو الغشاء اللي بيبقى موجود في الابدومين واللي بيبقى محاوط الانتستن محاوط الامعاء ومش عارف ايه، فبرضه ده بينزل اتنين مشتقين اتنين مندوبين عنه ديريفيتيفز برضه خاصين بيه بينزلوا حوالين الايه التستس او الايه او الخصيه اللي هما في صوره الايه التيونيكا فاجينالس. خلاص كده؟ طيب يتبقى بس طبقة وحيدة اللي هي التيونيكا البوجيني. يبقى بعد ما أنا خلصت التيونيكا فاجينالس برايتال لير والفيزرال لير أخش على التيونيكا البوجينيا اللي هي بتبقى دي فعلا تعتبر أنا بعتبرها جزء حتى من الإيه التستس نفسها أو جزء من الإيه من الخصية إيه نفسها. وطبعا التيونيكا البوجينيا هتلاقيه بينزل منها كده سبتم أو حاجز بيقسم الإيه واللوبيولز بتاعت التستس. لو أنت جيت بصيت على الناحية التانية كده هتجد التيونيكا البوجينيا اللي هي الإطار الرمادي الخارجي اللي هو محيط بالخصية بالكامل وبينزل منها سبتم كده او حواجز بتقسم التستس او الخصيه لمجموعه من اللوبيولز او مجموعه من الايه القطاعات. خلاص كده يا شباب؟ في مشاكل؟ طيب. طيب كده احنا اتكلمنا كده باستفاضه قوي عن مساله الكفرنج اوف ذا تستس. طبعا انتوا زيتوا مني بس انتوا عارفين ان انا ممل يعني. خلاص عندنا هنا ادي برضو الايه التستس وطبعا هنا مغطاه بالتيونيكا فاجينالس. طبعا زي ما احنا خلاص بينا شاطرين التيونيكا فاجينالس تحديدا الايه الفيزرال لير اللي هي الطبقه اللي بتبقى ملاصقه ل اللي زي ما قلنا بتبقى ملاصقه للتستس مباشره، وطبعا بيبقى تحتيها التيونيكا البوجينيا وطبعا اللوبيولز بقى او القطاعات بتاعت التستس. وزي ما احنا شايفين هنا فوق الابيديدمس، الابيديدمس ده بيبقى عباره عن جزئين مش مهم دلوقتي بعدين نبقى نتكلم عنهم، المهم دلوقتي ادي الابيديدمس. بعد شويه هنا في عندنا ادي تيونيكا فاجينالس بارايتال لير اللي هي الطبقه دي. عشان كده يبقى احنا عندنا في اتنين تيونيكا فاجينالس الفيزرال لير واللي انا شلتها بره بعيد بالادوات الجراحيه ديت. خلاص كده اللي هي تيونيكا فاجينالس بارايتال ايه لير، طبعا هو شايلها هنا عشان يفرجك على الايه الابيديدمس. ما علينا، طبعا هبدا ان انا اطلع شويه الاقي هنا السبرماتيك كورد اهو نازل من فوق، وطبعا في كونتنت او في محتويات، انا ما يلزمنيش الكونتنت، انا يلزمني اللير بتاعته الانترنال سبرماتيك فاشيا والايه الكريماستريك ماسل اند فاشيا والاكسترنال سبرماتيك ايه فاشيا. بعد كده هطلع فوق خالص هلاقي فيه السكين والسوبرفيشال فاشيا. بمناسبه السكين والسوبرفيشال فاشيا وبيبقى في نفس الليفل في حاجه اسمها الايه الدارتس ماسل او تيونيكا ايه التيونيكا ايه دارتس. خلاص كده يا شباب؟ طيب انتوا عارفين انا بسجل الفيديوهات ديت ايه اكتر حاجه شغاله، مش عارف اليوتيوب هيوافق عليها ولا لا. الفيديوهات دي اصلا تعتبر يعني موجه 18. المهم خلاص كده. طيب ارجو ان الرقابه بتاعت اليوتيوب ما تشيلش الفيديوهات دي، الواحد بيتعب والله. طيب بالنسبه للجزء اللي بعديه اما نيجي نتكلم على الايه التستس طبعا او الخصيه نفسها بقى دلوقتي انا كنت بتكلم عن الكفرنج، نبدا نتكلم عن الايه التستس نفسها. هي زي ما قلنا هو يعتبر البرايمري، طبعا هبدا اخده بقى نطلع نسيب الصوره دي هاخد الايه التستس والابيديدمس ديت وابدا ان انا اطلعهم. بمناسبه ده بنسميه التستس اند ابيديدمس ان سايتو، يعني انت بتجيب التستس والابيديدمس وبتثبتهم في مكانهم وبتتفرج عليهم، قصه كده في الاناتومي ما تشغلش بالك. هبدا بقى ان انا انزل الايه التستس والابيديدمس بره. طبعا ده السيرفيس اناتومي، ده سطح الايه المشهد الايه الخارجي للتستس والابيديدمس، وفي ده اللي هو الساجيتال سيكشن اللي هو انا هاجي من فوق كده واخد بالك واقوم قاطع الايه التستس من ايه من فوق اتفرج عليها من الايه من الايه الداخل. خلاص كده. طيب طبعا زي ما انت شايف يعني التستس هي عباره عن اورجان بيبقى اوفال ان شيب او بيبقى بيضاوي الايه الشكل. التستس بتبقى عباره عن ابر بول الحته الفوقانيه دي ولور بول، ابر بول ولور بول بتبقى عباره عن يبقى ده كده الايه الاندس ونهايات ماشي، بول قطب من فوق قطب من ايه من تحت زي البيضه كده من فوق ومن ايه ومن تحت. خلاص كده. طيب وليها كمان تو بوردرز انتيرو بوردر ماشي ممكن يبقى من هنا اكتر والايه والبوستيرو بوردر ماشي انتيرو بوردر والايه البوستيرو بوردر. تلاحظ الانتيرو بوردر بيبقى كونفكس شويه واخد بالك، بينما البوستيرو بوردر بيبقى ستريت خط مستقيم كده يعني كده، انما الانتيرو بوردر بطن كده طالع قدام.